عندي بعض المداخلات مش عارف هيعلقوا على اي حاجه، على موضوع الاسمرات ولا على موضوع الختان. معايا زاهر من حدائق القبه. اهلا زاهر، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا استاذ صلاح؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ازاي صح يا فندم؟ اهلا يا فندم، اتفضل. احنا دلوقتي بنهني شعب مصر على هذا المشروع الجميل، الحمد لله، اللي بينقل مصر نقله حضاريه، وبنتصدر المشروع بكل قوه وبكل ثقه زي ما بيقولوا. الحمد لله، الحمد لله. وسياده الرئيس فعلا اثار حاجه مهمه جدا، ان في بعض الجمعيات اللي كانت شوهت قبل كده، فالحمد لله بيرد لهم اعتبارهم. وده زي الاورمان. زي الاورمان، تمام. في نفس الوقت احنا بقى الفساد بقى معشش جوانا. ايه بقى ازاي؟ حضرتك انا ساكن في حدائق القبه، تمام. وانا ماشي كده جنب عمارتي كده، ففي حاره صغيره عرضها 6-7 متر، تخيل طالع فيها ابراج، ها، 11 دور. المهم ان حضرتك كلمت 114 بتاع المحافظه، للاسف. كلمت العمليات بتاعه الحي، للاسف. ولما كلمت المحافظه قال لك بنبعت للحي. هل الحي هيدير نفسه؟ في ده تبع حي حدائق القبه. قول لي اسمه ايه الشارع او الحاره دي؟ حاره اللبان. حاره اللبان في حدائق القبه. ايوه، في اول سكه الويلي. حاره اللبان، اول سكه الويلي، حدائق القبه. اول سكه الويلي. عارف مواجهه العماره يا استاذ صلاح كام؟ كام؟ مواجهه العماره كام متر؟ 6 متر. وطلع 11 دور. وعرضها 20 متر، وكاتب على الرخص 11 دور، فأنا في صدد. يا ساتر يا رب. وده برضه عاوز تتعاون فيه، لأن أنا بعتب، يعني أنا بشتم منك أنك رجل مناضل يعني. الله يعزك. إحنا بنعمل حملة اسمها شايفينكم. شايفينكم. للنوع ده من المخالفات ولا إيه؟ هي خاصة بالعقارات، هي مجموعة من الشباب وأنا بأدير هذه الشباب، هيبقى في كل حي يعني، لو اتنفذت على كل حي. تمام. وبكاميرا بالكاميرا بتاعه المحمول. هترصدوا المخالفات دي. هنرصد. ابعت لنا يا استاذ زاهر، واحنا هننشر معاك اول باول الحاجات دي. فيا ريت، بس انا لسه في صدد التكوين، بس هو العقار شغال. تصور صب الدور الثامن يوم 5 نسيم. طيب، في الاجازات بقى والاعياد، في الاجازات الدنيا هاديه. وده تبع حي حدائق القبه. طيب، احنا بقى يعني بنناشد الحي ومحافظ القاهره، انتبهوا لهذا النوع من المخالفات. واحنا معاك يا استاذ زاهر في اي حاجه انت هتصورها، وكمان ممكن نبعت كاميرات تصور الحاجات اللي بالشكل ده. شكرا استاذ زاهر. في بعض الحاجات المصريين اللي في الخارج بيقولوا بنتمنى نخدم بلدنا، ولكن شرط دفع مقدم حجز 50% لشقق مدينتي والرحاب، واللي هيتم طرحها قريبا، لان 50% دي اكتر من امكانياتنا. الحقيقة انه وزارة الاسكان بتقول انها ما تقدرش تشتغل في موضوع الاسعار دي، لكن يعني هذا النداء يمكن محتاج تدخل رئيس الوزراء نفسه، انه يشوفوا ممكن يكون ناس عايشة مصريين في الخارج ما يقدروش يسددوا القيمة دي كاملة، ودينا نسهل على الناس، ما فيهاش حاجة. الرئيس عمال اهو يسهل، والمصريين بيدفعوا في صندوق تحيا مصر، وفي بلاد عربية واقفة جنبنا، ما فيهاش حاجة لو سهلنا على ده. أنا من اسكندرية وعندي مشكلة كبيرة، ثانوية عامة، إدارة العجمي. لا، ده رد الشكوى بتاعت المدرسة حمزة بن عبد المطلب دي، راحت لإدارة للمحافظة ووزارة التربية والتعليم ليهم لاتخاذ ما يلزم. معايا مصطفى من القاهرة. أهلا يا مصطفى. اهلا، مساء الخير يا خالد بيه. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. ازاي حضرتك؟ اهلا يا فندم. اولا انا احييك واحيي برنامجك طبعا، واحيي طبعا ما حدث النهارده بالنسبه للرئيس السيسي. تمام، كان يوم جميل، حاجه جميله. لا، دي فعلا حاجه عظيمه يعني، الحمد لله. بس انا عندي حاجه صغيره عايز اقولها بالنسبه للصحه، عن انه التخوف من، ما زلنا بتخاف من عربيات الاسعاف، ان هي تودي اي حد يحصل له مشكله دخول المستشفى. ليه؟ لابد ان يكون هناك حد وقانون رادع، ان اي حادثه تحصل لا قدر الله، او اي حاله حرجه، لابد اي مستشفى تفتح ابوابها للناس. بس الطوارئ ده في قرار بده. ما هو للاسف انا متخوف ان هو القرار ده ما زال لسه يعني هناك في تشكك يعني. نعم.
إيه انت عندك، هل عندك اي حاله حصلت بالشكل ده؟ لا ما عنديش، بس هو انا يعني انا بشوف الناس يعني واحد بيقع بموتوسيكل، واحد بيقع مش عارف بيتثبت بعربيه. المستشفيات ما بتاخدوش للاسف. تمام للاسف يعني. تمام. لازم الحاجه دي لينا كلنا، مش ده نداء رائع. نداء رائع، بشكرك عليه يا استاذ مصطفى. شريف من اسكندريه. شريف اتفضل. الو استاذ خالد معايا. اهلا يا استاذ شريف. ازيك يا استاذ خالد؟ شعب اسكندريه كله بيحب سيادتك. الله يعزك يا فندم، ربنا يكرمك. انت رائد الاعلام عندنا. الله يخليك، ربنا يكرمك. وتحياتنا للرئيس السيسي، احنا بنحبكم من دعم مصر يا استاذ خالد. ربنا يكرمك يا رب. النهارده كان يوم حلو. الموضوع باختصار يا خالد بيه. اتفضل. نزل منصور في وحده مرور الاباني للاجره بالاسكندريه. وحده مرور الاباني. وحده مرور الاباري بالاسكندريه. مالها المنصور ده ما نزلش غير على وحده مرور الاباري؟ بيقول لحضرتك في حاله لو انت رخصتك انتهت لمده سنه يلغي اللوحات المعدنيه بتاعتك، يعني يخرب بيت الناس. الماده 24 في الكتاب الدوري بتاع المرور بتقول لحضرتك في حاله انتهاء الرخصه بيتبع اجراءات الترخيص الجديد. الماده 28 ردت عليها وقالت وللمحافظ الحد الاقصى في الترخيص، يعني ما يرخصش عربيات اجره جديده عشان الترخيص مقفول. ده نفس العدد. تمام. رحت للسيد مدير الاداره. انت ترخيصك كان انتهى؟ الترخيص كان انتهى، كانت العربيه بتاعتي عامله حادثه. الترخيص كان انتهى. تمام. بس الضريبه كانت ساريه. رحت عشان ارخص العربيه، نزل منصور بوحده مرور الاباري قال لك لا انت مش هترخص خلاص العربيه على عشان انت اتاخرت في التجديد. طب يا جماعه طب ازاي الاف الحالات في اسكندريه والمنصور ده ما نزلش غير في اسكندريه وما بيرخص العربيه ثاني؟ يعني بيرخص العربيه، ما يرخص العربيه ثاني يا خالد بيه، يعني نمرتين ب 200,000 جنيه يلغيهم. 1300 حاله في اسكندريه بيموتوا يا خالد بيه على دخلت رمضان. كل سنه وحضرتك طيب. الرئيس السيسي قال لك احنا مش بننام لو حد ما كانش ولا شرب، احنا ولا هناكل ولا هنشرب. رحت للمدير، رحت للسيد مدير الاداره برابعه العدويه اللي هو مجدي عز الدين، قلت له يا مجدي بيه الكلام اللي حصل عند حضرتك ده؟ قال لي لا الكلام ده عاري تماما من الصحه، المكالمه بيني وبين مجدي بيه عز الدين موجوده. قال لي الكلام ده عاري من الصحه واي عربيه سبق لها الترخيص اجره ترخص تاني. ومع ذلك وحده مرور الاباني ما بتنفذش ده. ما بتنفذش يا باشا. صوتك وصل يا شريف، صوتك وصل يا شريف، ودي حاجه مهمه جدا. اتطلع ان وزاره الداخليه تشوف اذا كان هذا المنشور صحيح ام لا، او تشوف شريف بهذه الشكوى الخطيره. الحقيقه احنا كان في بعض الناس استغاثوا بينا وبعتنا لهم كاميرات، منهم مجموعه من موظفين بشركه صوت القاهره، الحقيقه 43 موظف كان عندهم ماساه، بعتنا لهم كاميرا وسجلنا معاهم هذه القصه اللي هتشوفوها دلوقتي. مصطفى عبد الفتاح محمد البليدي، كنت بشتغل في شركة صوت القاهرة حضرتك، بقالي 37 سنة خدمة قضيتها في الشركة دي. أنا بدأت الشركة وأنا باخد 13 جنيه أو 14 جنيه من أيام الراحل أنور السادات الله يرحمه. تمام يا فندم. فدلوقتي هم أنا كل اعتمادي على مكافأة نهاية الخدمة، ولحد دلوقتي أنا خرجت 14 يناير 2016 لحد النهارده انا ما خدتش نهايه الخدمه. انا اسمي احمد مصطفى رجب، والد المرحوم مصطفى رجب خليل، كان عامل في الشركه وكان شغال في الشركه هنا وكان مدير عام. هو دلوقتي متوفي بقاله بالظبط 11 شهر. في 21/6 اللي جاي في رمضان يبقى كده بقاله سنه بالظبط. ولحد دلوقتي لسه مكافاه نهايه الخدمه ما جاتش. وانا اسره مكونه من 6 افراد، والست افراد دول بياخدوا معاش 1300 جنيه. وال 1300 جنيه دول ما بيقضوش عيل صغير ياكل بيهم. طب احنا نعمل ايه؟ مستنيين مكافاه نهايه الخدمه ناخدها نحطها في البنك وناخد الفوائد بتاعتها يسندوا مع المعاش. احنا عايزين سرعه الصرف. ما ينفعش من يناير 2015 لغايه دلوقتي ما نصرفش المبالغ كلها، مبالغ كلها بسيطه مش كبيره قوي. كان الواحد مرتبه بيعدي 5.5، اصبحنا النهارده بناخد سلفه تحت المعاش لسه 1400 جنيه، يعملوا ايه؟ يعملوا في ظل ان انا عندي اولاد في الجامعه وعندي اولاد لسه بتتربى ومش عارف اعمل ايه؟ بقالي سنه
ولحد دلوقتي ما صرفتش نهايه الخدمه. مش عارف مستنيين يدوها الورثه بتوعنا مثلا، ولا احنا عايزين نتمتع حتى بنهايه الخدمه اللي احنا قضينا 39 سنه في الشركه. بناشد الاستاذ صفاء حجازي والاستاذ شريف رئيس الوزراء ان هم يصرفوا مع صوت القاهره. يا ناس خارجه معاش وما صرفتش مكافئات نهايه الخدمه لحد دلوقتي، في بيوت ممكن تنهار من ده. دي شكوى من يعني الناس الموظفين في شركه صوت القاهره اللي خرجوا على المعاش وصرفوش نهايه الخدمه. بنتطلع ان تنظر اليهم صفاء حجازي بعين الرحمه. معايا مجدي من امبابه. مجدي اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا مجدي. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا يا استاذ. انا بحييك وبحيي برنامجك القايم دوت، وبقول للرئيس السيسي الف مبروك لجهت في كل حاجه بتعملها. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بس احنا عندنا مشكله حضرتك دوت، عندنا في امبابه شارع الوحده. شارع الوحده متفرع منه وشارع النصر. شارع النصر دوت ماسك من اول شارع الوحده لحد ارض الجمعيه. تمام. منطقتي دي منطقتي. الشارع ده حيوي جدا حضرتك. يعني لما حد بيمشي فيه على رجليه ما بيعرفش يمشي من 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 التكدس اللي فيه. من ايه؟ من التكدس اللي فيه. من اللي يعني فيه سوق كده يمين وشمال وناس والعمال الفران مطلعه بره حاجات، والبياعين قاعدين في نص الشارع، وحاجه يعني مذهله جدا يا استاذ صلاح يا استاذ خالد. ماشي. دي قضيه مهمه دي بقى عند الحي وعند المحافظه. يعني ماشي، شكوتك واصله، بس الناس هتزعل منك قوي، الناس اللي بتاكل عيش من الحاجات دي، خاصه انه بعد السكه الحديد. بس طبعا لازم يبقى في طريق، يعني يسلك الطريق الناس بس تشيل بعضها. ياسمين من القاهره، اهلا ياسمين. اهلا يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اتفضلي ياسمين. استاذ خالد، انا مديره مدرسه الزمالك القوميه. تمام. المدرسه دي تابعه للمعاهد القوميه، دي بتقدم خدمه متميزه تعليميه غير هادفه للربح. نعم. لا احنا حكومة ولا احنا مدارس خاصة استثمارية. تمام. معايا مجدي من امبابة. مجدي اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا مجدي. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا يا استاذ. انا بحييك وبحيي برنامجك القايم دوت، وبقول للرئيس السيسي الف مبروك لجهت في كل حاجة بتعملها. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بس احنا عندنا مشكلة حضرتك دوت، عندنا في امبابة شارع الوحدة. شارع الوحده متفرع منه وشارع النصر. شارع النصر دوت ماسك من اول شارع الوحده لحد ارض الجمعيه. تمام. منطقتي دي منطقتي. الشارع ده حيوي جدا حضرتك. يعني لما حد بيمشي فيه على رجليه ما بيعرفش يمشي من التكدس اللي فيه. من ايه؟ من التكدس اللي فيه. من اللي فيه فيه سوق كده يمين وشمال وناس والعمال الفران مطلعه بره حاجات، والبياعين قاعدين في نص الشارع، وحاجه يعني مذهله جدا يا استاذ صلاح يا استاذ خالد. ماشي. دي قضيه مهمه دي بقى عند الحي وعند المحافظه. يعني ماشي، شكوتك واصله، بس الناس هتزعل منك قوي، الناس اللي بتاكل عيش من الحاجات دي، خاصه انه بعد السكه الحديد. بس طبعا لازم يبقى في طريق، يعني يسلك الطريق الناس بس تشيل بعضها. ياسمين من القاهره، اهلا ياسمين. اهلا يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اتفضلي ياسمين. استاذ خالد، انا مديره مدرسه الزمالك القوميه. تمام. المدرسه دي تابعه للمعاهد القوميه، دي بتقدم خدمه متميزه تعليميه غير هادفه للربح. نعم. لا احنا حكومه ولا احنا مدارس خاصه استثماريه. تمام. الأزمة الخاصة بالمدرسة اللي خلقتها مديرة التعليم الخاص بإدارة غرب القاهرة، وكملتها علينا كمان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برضه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم إن أنا لما جيت أطلب تعديل في ميزانية المدرسة من فصلين عربي لواحد لغات، من فصلين عربي واحد لغات أنقل العربي إلى لغات، يبقى اثنين لغات واحد عربي. تمام. الكلام ده كان قائم من سنة 2006، مفيش إقبال على القسم العربي، الضغط كله من أولياء الأمور على القسم على اللغات. بالظبط كده يا فندم. لما رفضوا في المديرية. ده رفضوا، ده أثبتوها مخالفة يا فندم. أنتِ كنتِ عملتي قبل ما تاخدي الترخيص؟ لا، الترخيص موجود. المدرسة فيها ترخيصها في اللائحة إن هي فيها فصول لغات. نعم. هما تجاهلوا حضرتك قرار هيئة الأبنية التعليمية رقم 67 على 28
شرطة 5100 في 8/2/2010. القرار ده يا فندم بيقول يجوز تعديل عدد الفصول في كل صف. نعم. حسب مقتضيات طيب. العمل. هل طلعتي للوزير ولا المعركة بس معاهم؟ خالد بيه اشتكيتي في الوزارة؟ من إدارة تعليمية لمديرية التربية والتعليم لوزارة التربية والتعليم. كل واحد بيسمع ومتجاهل جميع القرارات اللي بتصدر. في قرارات سيادية بتصدر، في قرارات بتطلع من هيئة الأبنية التعليمية، القرارات دي ما بتسجلش في اللوائح المدرسية وبيقولوا كده لا تسجل في اللوائح، ومع ذلك بيتناسوا هذه القرارات. يقولك إيه ده، احنا بصينا في اللائحة لقينا إن المدرسة مخالفة. لا تمام، دي قضية مهمة جدا وقضية تستحق المناقشة. بشكرك أستاذة ياسمين وهنتابع معاك القضية دي. أنا من برضو الحاجات اللي بتزعل إن إحنا مثلا نبقى ماشيين في موضوع 1.5 مليون فدان ده وقلبين عليه ومتمنيين إنه يا ربنا يا رب يكتب له النجاح، يجي برضو أخطاء صغيرة، شباب مثلا ياخدوا حتة أرض يروحوا عشان يستصلحوها ويزرعوا ويلاقوا مشروع جديد بره كل الهم اللي فوق راس الحكومه والدوله، يجوا يروحوا يعملوا كل حاجه وبعدين يلاقوا مفيش ميه. زي الاستاذ اسماعيل من الشرقيه، اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. انا من قريه العدليه مركز بلبيس الشرقيه. اهلا وسهلا. اسماعيل تجمع حضرتك. مركز شباب العدليه اتقفل بقاله سنه. اه. والقريه ما فيهاش اي مركز شباب ولا اي متنفس. الخط قطع، بنعتذر لك اسماعيل بس القضيه واضحه. القرية ما فيهاش أي مركز شباب. في نواب كتير لما كانوا بيترشحوا مجلس النواب كانوا بيروحوا يعملوا مراكز شباب، ياخدوا حتة أرض ويدفعوا لهم فلوس ويعملوا مركز شباب ويفرش ترتان والجو ده. يعني يبدو إن أنتوا النواب بتوعكم ما اهتموش بالحتة دي. هنكلم وزير الشباب في هذه القضية في قريتك إن شاء الله يا أستاذ إسماعيل. محمد من السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ محمد. إزيك يا أستاذ صلاح؟ أهلاً وسهلاً يا فندم. معلش انا هتكلم بسرعه عشان انا منتظر كتير وتقريبا كده الرصيد هيخلص قبل ما اخلص. انا بعتذر لك والله كنا بنزيد تقريبا. انا بس انا بس بتكلم حضرتك في ثلاث حاجات كعناوين كده. اتفضل. اولا عندنا مركز شباب هنا في السويس في منطقه الغريب اسمه شباب ابناء السويس. تمام. وهو مساحته صغيره اصلا، خدوا نصه قبل كده عملوه محلات. دلوقتي عملوا فيه ملعب بالترتان كده والشباب بتوع المنطقه كلهم بيلعبوا فيه. وجينا من ثلاث ايام هدوا سور وبيبنوا محلات. تاني ده بقى يعني بياخدوا اراضي مركز شباب يبنوها محلات. يا فرحتي يا فرحتي. آه تمام. والنقطه شغاله اهو جنبنا. دي نقطه. النقطه الثانيه الشباب مش لاقي يشتغل هنا في السويس ومحدش بيراعيه ولا يوصله. والناس اللي بيجوا من بره السويس طبعا صاحب الشركه او مدير الشركه بيبقى من بره السويس فبيجيب الناس معاه والناس بتاعه السويس بيقعدوا من غير شغل ويعملوا مشاكل وتاخد اصلا مسائل عن حد وحاجاته يعني الكل اللي بيعمله غير رصد الناس اللي بتفوت خالص. تمام. النقطه الثالثه النقطه الثالثه عشان رصيد. النقطه الثالثه ساعتك احنا عمالين نشوف التلفزيونات السيد الرئيس عمال يوسح في في في, 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 في مساكن وشقق ويوزع شقق على الناس. احنا في السويس المساكن المبنيه يبقى لها اكثر من 20 سنه و15 سنه مبنيه مدن ومقفوله زي ما هي وناس جواز حديث بيقولوا عليهم جواز حديث وهم خلفوا عيالهم اتجوزوا في سنه 2000 و2002 و2003 و4 وانت جاي كده ما حدش استلم شقق. الناس لحد دلوقتي مقدمه جواز حديث والمحافظ مش سائل في حد. واللي طين الدنيا النهارده سمعتها في تقرير السيد الرئيس النهارده ان في عزبه اسمها عزبه الصفيح في السويس ادوهم مساكن. الناس دي سعادتك بيجوا من بره السويس اصلا كل واحد ليه شقه وليه بيت في بلده بس بيجوا يشتغلوا في السويس اهلا وسهلا بس اول ما بيجي طبعا عشان ما يجيبش شقه بيروح قاعد في اي حته مقطوعه كده وعمل عش حوالين نفسه وبايت فيها على ميه ولا كهرباء حتى بينام فيها وخلاص. راح لهم راح منقلهم في مساكن جميله جدا جنب منطقه اسمها العبور خير لدرجه ان الناس اللي في العبور بيشتكوا في ارض عشان الناس دي لان الناس دي اصلا مش من السويس عملوها زي الصلاحات مفيش واحد عنده بوتجاز يا راجل ولا عنده ثلاجه حتى في بيته. ناس جايين من المغرب كلهم يديهم والناس اللي يعني كون ان الناس تستفيد يا استاذ محمد مش حرام ولا عيب ما هم مصريين برضو. لا المهم ان قضيتك العادله قضيتك الاولانيه احنا مقدمين من 2002 و2003 مش لاقي وما اديناش شقق يدي الناس اللي جايين من بره البلد يزحمونا وخلوا البلد من ليله 60 ليله مش عارفين نمشي فيها وبرضه ما فيش مشكله بس برضه احنا يعني طباخ التم يدوق
ولا هو محرم علينا احنا؟ وسيادة المحافظ عمال يتكلم في كلام احنا مش عارفين نهايته ايه وبدايته ايه؟ ما احترمنا ليه يعني؟ المحافظ سمعنا دلوقتي والراجل حاضر. نقطة نقاطك كلها واضحة جدا ومهمة جدا وسجلناها وهنتابعها ان شاء الله. فكرة انه كان ناس في عزبة الصفيح خدوا من بره من جوه وشغال في السويس وربنا رزقه بشقة، ربنا يرزق الكل. والنهارده في وعد انه كل ده يتحل، وانه لو محتاجين مليون شقة في السنة المصريين على حسب كلام الرئيس ان شاء الله نبني المليون شقة بإذن الله تخلص. وانا هرجع تاني اكلم سيادة المحافظ، كان معانا من شوية اللواء الهياتمي، فهنكلمه مرة تانية.